وظائف المستقبل دي على فكرة قضية شغلتني من أول يوم اشتغلت فيه في الوزارة من 2016، ويمكن كنت في نقابة المهندسين وسألت السيد نقيب المهندسين والحاضرين من أعضاء مجلس النقابة، احنا عايزين نفكر ان في وظائف النهاردة مصنع سيارات كان فيه 2000 عامل، بعد التحول التكنولوجي داخل المصنع ال2000 عامل روحوا وبقى عنده من 5 لـ10 عمال بيديروا الكنترول روم اللي بيسيطر على المصنع كله. ده معناه ايه؟ معناه ان في تخلص من العمالة تلقائي خلال السنوات، وان وظائف الطبيعية والعادية دي هتندثر. طيب احنا بقى نقف ساكتين ولا نبتدي اولا ننظر لولادنا في تدريبهم على وظائف المستقبل؟ النهاردة مركز المعلومات في وزارة القوى العاملة بقيادة المستشار حسين صبري قدر مع الاتصالات انه يعمل لنا اكتر من 4 أو 5 اتفاقيات لتدريب ولادنا على وظائف المستقبل الخاصة بالاتصالات والخاصة بتكنولوجيا المعلومات، عشان نؤهل الشباب انه يبقى ليه فرصة عمل موجودة بكرة. دي واحد. انا وانا بفكر مع زمايلي قلت لهم احنا في شكوى قالت هنا هنقول عليها الحل دلوقتي. لما نصل الى ان وظائف المستقبل تبتدي تسيطر التكنولوجيا الكاملة على الوظائف، ويبقى العمالة دي كلها اللي هم ال2000 عامل اللي في المصنع بتاع السيارات وخرجوا، هنعمل فيهم ايه؟ في شق منهم مشروعات صغيرة نقدر تبقى مشروعات مغذية للصناعة، ده برضو في المستقبل، ونقدر ان احنا من خلال الصناعات المغذية تبقى في تشغيل وانها تغذي الصناعة. لكن الصناعة بقى الحرفية اللي بتعتمد على العامل اليدوية اللي احنا بنتكلم عليها، ده جاي لها دور. الفرصة التحول الى وظائف المستقبل هتدينا النهاردة عدد من العمالة اللي بيدور على انه يعمل مشروع او يشتغل شغلانة. في هذه الحالة لازم احنا نبدأ من دلوقتي ان احنا نهتم بالحرف اليدوية كلها، ونبتدي نعظم التدريب على